وقوله عليه الصلاة والسلام فأعلمهم أن الله افترض عليهم، افترض مثل أوجب عليهم، فهما سواء. فهذان اللفظان أو المصطلحان الفرض والواجب سواء عند جمهور العلماء، ما خلا أبا حنيفة فإنه يفرق بين الفرض والواجب، يقول إن الفرض أقوى من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب ما ثبت بدليل ظني.